السلام عليكم. اليوم نروحوا للولاية تاع توكورت لنتعرف على التجربة تاع شركة كوسيدا في تطوير المساحات الزراعية والمستثمرات في ميدان الحبوب، حيث أنه بعد التجربة الأولى الناجحة جدا واللي عرفت يعني نتائج غير مسبوقة في ولاية خنشلة، جاء الدور لولاية توكورت إذا لتطوير هذا الشعبة انتع الزراعة في مجمع كوسيدار. إذا أترككم تتابعون يعني بعض الجوانب من المستثمرات التي تم استحداثها في ولاية توكورت من طرف شركة كوسيدار. أترككم تتابعون والسلام عليكم. في أول تجربة لها في دائرة الحجيرة بولاية توكورت، تمكنت شركة كوسيدار للزراعة من استصلاح 200 هكتار موجهة للذرة العلفية، استثمار واعد في الزراعات الاستراتيجية يعتمد على أحدث التقنيات العصرية. بدينا بالزراعات العلفية، عندنا خدمنا السورغو، مستقبلا ان شاء الله في لا كومباي هذه اونكور راح نديروا ان شاء الله القمح والشعير والفارينه زراعه الكبرى. مستقبلا ان شاء الله قلت لك راح نديروا 12 مرش محوري، 12 مرش محوري هذم بور افوار ديفيرسيفيكاسيون تاع لا برودكسيون تاعنا. لا برودكسيون تاعنا دوك راح تكون فيها البلي دور، لو بلي طوندر اي لورش. وتسعى المصالح المحلية المختصة إلى تذليل جميع العقبات التي تواجه المشروع ومرافقة الاستثمار في جميع مراحل الإنتاج. المصالح نتاعنا راهي مرافقه لجميع المستثمرين، خاصه من جانب انها الحصول على الاراضي الفلاحيه نتاعها، التسويه نتاعها، ومن جانب الكهرباء الفلاحيه، وكذا ايضا توفير حشد الموارد المائيه. يعني المرافقه نتاعنا مرافقه دائمه، وايضا الجانب المهم هو جانب المرافقه التقنيه. ولدائره الحجيره امكانيات كبيره في مجال تطوير الزراعات الاستراتيجيه لامتلاكها لاراض شاسعه صالحه للزراعه وتوفرها على الموارد المائية.